ومن العلامات الصغرى للساعة أن يتهاون بالصلاة المفروضة، لأن عرى الإسلام تنتقض، يعني تتخلخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولها نقض الحكم وهو بيع الحكم بالرشاوي، وآخرها الصلاة، يعني آخر ما ينتقض من الإسلام الصلاة. ولذا متى ما رأيتم المجتمعات قد تهاونت في الصلاة فاعلموا أنها آخر عروة في دين الله عز وجل.